the best thing of taking a selfie with Bin Bad. I just took and it's like the happiest moment of my life. We took a lot of pictures, a lot of selfies. They're so fun. I love them. They're the best people in the whole world. بحبهم هالقد لأنهم كبرنا شباب وكبرنا وما شاء الله وصلوا في شيء لفوق يعني عن طريق الانستغرام واليوتيوب والشيء يعني حلو إنه يشجع الشباب اللي في عمرنا عشان إحنا نوصل حق اللي هم وصلوا له. احب اضحك احب اتشاشى اضحك احب اشوف كوميديين يعني بالاخص so it's real fun اجيال 14 انا احاول ابين اني انا مو مرتبك يعني وشي يعني الامور كول وانا متعود يعني اصلا عادي هذه حياه الشهره هذه اوكي